تستقبل مديرية أوقاف أسوان اليوم الجمعة الموافق 20 أغسطس 2021 الدفعة الخامسة من لحوم سبوق الأضاحي، وهي عبارة عن 4 طن من لحوم سبوق الأضاحي، وبذلك يكون إجمالي ما تم استلامه في محافظة أسوان 20 طن من لحوم سبوق الأضاحي. في هذا اليوم الطيب الطاهر المبارك الجمعة الموافق 20 من شهر أغسطس لعام 2021 تستقبل مديرية أوقاف الأقصر الدفعة الخامسة من لحوم سقوف الأضاحي وقدرها 4 طن، وبهذا تكون مديرية أوقاف الأقصر قد استقبلت 5 دفعات بما يقرب من 20 طن من هذا المشروع الطيب. اليوم الجمعة الموافقة 20/8/2021 تم بحمد الله حصول الدفعة الثالثة من لحوم صكوك الأضاحي ليصبح ما وصل إلى محافظة الوادي الجديد 6 طن من لحوم. اليوم بمشيئة الله تعالى الخميس الموافق 19 من شهر أغسطس لعام 2021 وصلت اليوم بفضل الله تبارك وتعالى سيارات وزارة الأوقاف محملة بلحوم صكوك الأضاحي، وكانت الحصة المخصصة لجنوب سيناء في الدفعة 4/2 طن ليكون إجمالي ما وصل إلى جنوب سيناء 8 أطنان. بفضل الله تعالى وصلت اليوم الجمعة 20/8/2021 ميلادية الدفعة 4 من لحوم صكوك الأضاحي إلى مديرية أوقاف البحر الأحمر بحمولة 2 طن، ليكون إجمالي ما وصل إلى مديرية أوقاف البحر الأحمر حتى تاريخه 8 طن. مديرية أوقاف مطروح الجمعة 20/8/2021 وصول الدفعة 4 من لحوم صكوك الأضاحي بمقدار 2 طن من اللحوم. والسلام عليكم ورحمة الله.